هل هنالك كان ضغط خارجي أبداً أو من أطراف دولية على أبداً بعض النقاط أبداً بعض المواد؟ أنا أحكي لك هذه القضية. أنا في سنة قبل انتخابات الجمعية الوطنية جاءني سكوت كاربنتر النائب السياسي للسفارة الأمريكية، ومعه حزمة من الأوراق، جاءني إلى مكتبي في جامع براثة ووضع هذه الحزمة أمامي وقال: هذا الدستور الذي كتبناه هم، وحكى لي كيف أنهم كتبوه بإيجاد نخبة قانونية و كتبوه للعراق؟ هم كتبوه، نعم، الأمريكيون بمعية من انتخبوه لهذه القضية. ونحن نوافق على أي تعديل تضعونه. يعني ما تدخل الأمريكان بقضية إعداد الدستور أو وضع بعض المواد؟ حاولوا أن يتدخلوا، ولكن لم يفسح المجال لهم أبدا. وأنا أتذكر ليلة ما كنا نسميه بليلة الهرير، ليلة الهرير التي بقي فيها البرلمان إلى الساعة 12 إلا 5 حتى، يعني ليلا في تلك الفترة كان سبب التأخير جلسة اشترك فيها المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه، والمرحوم جلال الطالباني، مسعود البرزاني، السفير الأمريكي والسفير البريطاني، كانوا مشتركين في هذه الجلسة. شنو طبيعة هذه الجلسة؟ كانوا يناقشون الخطوط الأخيرة في يعني خصوصا النقاط الخلافية اللي هي مادة 140 ومادة النفط والغاز. وشنو كانت علاقة السفير الأمريكي والسفير البريطاني؟ أنا أخدمك حتى تعرف العلاقة. خلال هذه الجلسة كان إخراجها أن سماحة السيد عبد العزيز رحمة الله عليه كان يحمل أوراق يعني الدستور، رماها في وجوههم وقال لهم: لا نريد الدستور.